كل جاسوس بين ما كيأدي العصر ويوصل ميعادي مع جد عامر، وفي نفس الوقت نتقابل مع جنان دار حسام باش نتأكد باللي عامر مشى يعاون حسام. دابا ملي حليت اللغز المحير ديال القلة حيدت عليه 25% ديال التخمام اللي كانت مخصصة ليا في دماغي. دابا غادي ندوز للخبر العاجل اللي متعلق بالكنز اللي باغي سيدي عبد السلام وولدو عبد السميع ويجبدوه لصالح دوك جوج البرانيين، ولكن فين ما نعرف وكيفاش الله اعلم. زعما تكون عنده طريقه اخرى يستعن بها من غير الصفحه الخامسه ديال شمس المعارف. يمكن داك الباب الكسبان اللي نايل ود الشيطان عنده فيه كل شيء. اذان العصر. نهج العواصف في شمس المعارف من كتاب الدكتور حسن ومن إنتاج حماد القرشي. الحلقة التاسعة. وفي هذه اللحظة كيبان لي عامر غادي هو وحسام من نفس الطريق اللي جاو منها قاصدين الجنان وهزين معهم العتلة ودلوه. عامر من اللي تقابل مع الدار ديال الجامعة تلفت وكيشوف لجهتها حتى فاتت. هبطت لدار الجامعة وجريت الخيط اللي خارج على برا وتحل الباب. مشيت للبيت ديال الضيافة اللي كانت كبيرة وواسعة وحيت مخصصة للناس البرانيين كيسكنوا فيها المدة اللي غادي يدوزوا فيها في الدوار. انا تكيت شوية بين ما سمعت شي وحدين داخلين، عرفتهم من صوتهم. المؤذن والمقدم وعمي بركات دخلوا للبيت. مشى المؤذن والمقدم لجهة المقابلة وعمي بركات جا عندي وانا نجمع النوضة. بست ليه يديه وقديت ليه البلاصة فين كيجلس وتربعت حداه. تقابلت مع الشرجم باش نشوف اللي داخل. انا عاد دخلت صراحة عمي بركات. غتكون خرجتي من الباب الثاني وجيتي من ورا الدوار ياك، حيت ما بنتيش ليا. عمي بركات. واخا ولدي الله يرضي عليك. نبداو على بركة الله، اشنو هو الموضوع بالضبط اللي بغيتي ليه الشرح واللي متعلق بالماورائيات وتسخير الجن؟ بغيت عمي بركات نعرف جوج الامور بالضبط. الامر الاول على الجن العاشق، والأمر الثاني على كتاب شمس المعارف، خصوصا المسألة اللي مصنفة في باب والوسائل طرد المرادة واستخراج الكنوز. هادشي اللي راه محيرني. الأمر الأول ولدي متفرع وكينساغ لعدة عوامل، أهمها الدرجات المتفاوتة اللي كتصنف الجن العاشق. أولا جنسية، ذكر أم أنثى. ثانيا طريقة اللي تم بيها المس. ثالثا نوع الأذى اللي كيتعرض ليه المريض المصاب. أما الأمر الثاني فهو كيتعلق فقط بالأدوات المستعملة عند الاستخراج وبالتعويذات المتعلقة سواء بالمنع أو التحصين أو الاستنصار. وهذه المسألة يمكن تلخيصها في جدول واحد يكون كيحتوي على مثلثات الطلاسم، ويكون الفاعل جوج الأشخاص لا أقل ولا أكثر، خصوصا اللي كيتواجدوا في بقعة المنع. أنا كنت مندهش من الكلام ديالو. هادشي معقد بزاف عمي بركات. طبعا ولدي طريق الشيطان كلها أشواك، غير هو كيزينها للغافلين. ويلا صدر شي خطأ من عند الفاعل
لا هو ولا اللي معاه الكنز، وما يمكنش يجي من بعده فاعل آخر حتى تفوت على الأقل 5 سنوات. علاش؟ في هذه اللحظة بان لي واحد الغراب واقف عند الشرجم وتقابل معايا. في الأول ما ديتهاش فيه، لأنه ولدي كيتضاعف عدد حراس الكنز، وفي أغلب الأوقات عمي بركات كيكمل الشرح ونسيت مع ذاك الغراب اللي بان لي كيحرك راسه عموديا. هو كيشوف فيه، عرفت الخادم ديال سيدي عبد السلام، وفهمت باللي كيقول لي تكلم لسيدي عبد السلام. عفريتهم مما يصعب العملية، لذلك خاصي تنسى الموضوع ويطمئن العفريت باللي الإنسي ما بقاش كيفكر هي خذ الكنز إلى آخر الموضوع. بارك الله فيك عمي بركات، فهمت دابا كل شيء، الله يطول لينا في عمرك. وقفت باش نمشي. مازال ما ساليت ولدي، غادي نشرح لك أصناف الجن ومنهم العاشق. خرجت من البيت ديال الضيافة تفكرت واحد الصخرة عمي بركات حتى نرجع ونكملو. لبست الصندالة ديالي هو يطير الغراب، وزربت في المشية ديالي باش نلحق عليه للدار سيدي عبد السلام. وصلت للدار وبان لي الغراب واقف من فوق السور. قضيت الحالة ديالي وفزكت شعري باش ينعسو الزغيبات اللي كانوا واقفين باش نبان في أبهى حلة قدام فاتحة. طبعا دقيت الباب المرة الأولى وما كاين جواب. دقيت المرة الثانية، عاد تحل الباب. ابتسمت ومن اللي با ايمن لاباس عليك؟ لاباس لاباس السي عبد السامح. اش حب الخاطر؟ مسخر على ود شي حاجه؟ لا غير عيط لي سيدي عبد السلام، داكشي علاش جيت لعندو. الوالد اش بغاك وكيفاش تعيط ليك؟ وفي هذه اللحظة دخل الغراب مشانيشا ودخل من الباب القصير. شاف فيه سيدي عبد السامح وشاف فيه هو يفهم. فهمت، دخل تسناني حتى نمشي نعلمو ونرجع. مشى ودخل عند باه واستنيته وانا كنشقلب في عينيه في جانب الدار واش غادي تبان فاتحة اللي كنت كنعتقد باللي هي اللي غادي تحل لي الباب. كيف العادة ما بانتش لي فاتحة، والسي عبد السامح هو اللي بان لي. كنتي كتقول لي انت المريض الجديد ديال سيدي عبد السلام؟ حيت هو قالها لي ولكن غلط في سميتك. كيف ديما غيكون قال لك امين ماشي ايمن ياك؟ هنا جمعت الضحكه وغوبش. كيف باه كيف باه تماما. زيد دخل راه كيتسناك. سقلت ومشيت ودخلت من بعده حتى وصلنا الباب الدخلاني. حلوا ليا ودخلت وهو يسد ورجع في حاله. ما بانش ليا سيدي عبد السلام جالس في البلاصة ديالو. كانت البيت خاوية وستنيت شوية باش يعطيني الإذن وما كانش الحس ديالو. دخلت حتى وصلت لعندو للزربية ديال الصوف وقفت. تلفت اليمين ديالي لجهة الخزانة وانا نلقاها مساخر على بلاصتها. إذن غيكون سيدي عبد السلام دخل النفق. لحظة خرج الغراب من ورا الخزانة وجا قاصدني وطاف عليا وطاف على كتافي جوج المرات. شاف فيا وعاود دخل النفق. فهمت باللي بغاني نتبعو. تبعته وضربت ديك المسافة بين الباب والمفترق الطرق في الظلام. وقفت وشفت الليصر ديالي بل لي القنديل معلق في الحيط اللي فيه دوك الشريجمات واللي خرجوا منهم الحيوانات في ديك الليلة المشؤومة. استنيت تاني شوية حتى يعطيني الإذن ولكن ما سمعت والو. تمشيت لوسط الغرفة الواسعة وانا نردت البال ديال الباب القزديري اللي كان محلول ومعلق فوقه قنديل آخر. فهاد اللحظة خرج الغراب وجاو طاف لي جوج المرات على كتافي ورجع دخل من باب القزديري كيف المرة السابقة. قربت الباب وطليت ولقيت السلوم ومديته لبلاصتو. قلبت على سيدي عبد السلام بان ليا كيسلخ في شي حيوان ومعلقو كيحيد ليه الجلد ديالو.
هبطت في السلوم اللي بان ليا طويل وحسبت الدرجات اللي لقيت فيه 32 درجة. قبل ما نهبط للدرجة 32 قال لي سيدي عبد السلام مع انه ما شافش فيا. راك واجد المحقق. هبطت وقفت. اش كتقصد سيدي عبد السلام؟ جبتي الصفحة الخامسة. مازال سيدي، ولكن غادي تكون عندك واجدة هاد الليلة. مزيان، هكذا نبغيك. تلفت لجهتي وفي يدي كان موس اللي كان كيسلخ بيه داك الجلد ديال داك الحيوان اللي ما عرفتوش. كيف جاتك المجزرة؟ كتقصد سيدي هاد المكان السري؟ طبعا، هنا كيوقعوا كاع العمليات الخارقة للعادة. فهاد اللحظة بان لي الحيوان اللي كيسلخ فيه كان كيتحرك، كيسلخ وهو حي. رجع سيدي عبد السلام كيكمل السليخ. قرب لعندي باش تتعلم تسلخ الحيوانات اللي كنحتاجوها في خدمتنا. السليخ هذا الذبح. قربت لعندو وانا حال فمي وما مصدقش. ملي قربت تعرفت على هذاك الحيوان، كان ديب اسود كبير، راسو ما مدبوحش والاثار ديال الدم ما كاينش. اول مره غادي تشوف شي حد كيسلخ الجلد ديال الحيوان قبل ما يتبعو. من ذاب القدام غادي تولفها. وفاش غادي نحتاجوهم سيدي؟ وعلاش كتسلخوهم قبل ما تدبعوهم؟ وشنو هما الفرق؟ وصلي للرجلين القداميين وبدا الديب كيضرب براسو. الديب قربان لواحد العفريت اللي شرط انه يتسلخ حي باش يتعذب اولا وباش نخالفوا العادات البشر ثانيا. وعلاش الديب بالضبط؟ حيت الديب وليدي بالامكان ديالو يشوف اغلب انواع الجن، وبالتالي كيأذيهم في اغلب الاحوال، وكيوصل اذاه ببعض الاحيان لحد اكلهم. معلومة جديدة هادي. ومن اللي غادي تسلم السليخ غادي تدبحو؟ لا، نحل ليه الكرش ديالو ونخرج ليه المصارينو ونشوفو معاد نخليه ليك تدبحو انت. اوه سيدي عبد السلام، انا الذبيحه ما كنعرفش ليها. ما تخافش، المره الاولى صعيبه ولكن غادي تولف. واش كتقرا شي تعويذه قبل ما تذبح وتسلخ؟ لا، حيت هاد اللحظه ما كيكون المكان كامل في حمايه العفريت. كتقصد باللي العفريت كاين معانا دابا وفي هاد البلاصه وفي هاد اللحظه؟ ابتسم ليها بمكر. كاين معنا وما غادي يمشي حتى يشوف العمليه كامله، خصوصا من اللي يخرجوا المصارين ديال الديب كامله وهو حي. وشنو المصلحه ديالك انت من هاد العمليه؟ المصلحه كبيره، والليله غادي نمشي انا وولدي سيدي عبد السميح، غادي نستخرجوا واحد الكنز حارس 11 الجن بجميع الانواع ديالهم، يعني من سابح المستحيلات يتجبد بلا تعويذات ولا جداول ولا صرف. وباش عرفتي بلي العفريت غادي يعاونك في هاد المساله؟ انا ولدي امين فايت 100 سنة في المسيرة ديالي اللي كانت طويلة في هاد المجال، وسبق لي طردت 112 الجن بجميع الأنواع ديالو، وحركت 7 ديال الخدام و3 ديال العفاريت، ونفيت 31 جني. الحالة ديال اليوم خاصة حيت أنا اللي حضرت العفريت وعطيتو الإذن أنه يطلب القربان واللي بغى نحضرو ليه، لكن بشرط انه يعاونني في استخراج الكنز في امان.
لذلك ما يقدرش يغدر بيا من بعد ما نقدم لي القربان. ولكن ماشي من الغريب انك تقوم بهاد العمليه من بعد العصر، والعفاريت على ما كنعتقد انهم ما كيزولوش المهام ديالهم حتى الليل. الفكره عندك خاطئه ولدي، الجن بحالهم بحال الانس، كيخدموا بالنهار وينعسوا بالليل، الا اللي عنده الخدمه بالليل او المجرمين او اللي فيهم الضغل هما اللي كيزولوا المهام ديالهم بالليل، سواء من الانس او الجن. قطع الجلد من العنقرة ديال الذيب اللي بدا كينين وعطاه ليا. فين غادي نحطوه سيدي؟ طلعوا الفوق وحطوه في الشريجيم الثالث والفوقاني على اليمين، غادي تلقاه خاوي. نحطو محلول ولا مجموع؟ حطو مجموع حتى يجي سيدي عبد السميع، وهو غادي يتكلف به، غادي يدبغو ويقادو. واش كتقصد الشريجيم اللي في الدخله الواسعه؟ الدخله اللي جيتي منها دابا، وديك الليله اللي دوستي عندي. نسيت ما اعتذرتش لك سيدي عبد السلام، حيت دخلت مع طريق اللي نبتيني منها، ولكن الفضول والحب ديال الاستكشاف ديالي هو اللي داني لهاد البلاصه. كنعتذر منك. داكشي علاش وصفتك ملي دخلتي قبيله بالمحقق، كنت عارف غادي تدخل وتشوف. داكشي اصلا علاش خليتك تخرج من الباب الخزانه، هادشي ماشي عبث، كنت متعمد. ولكن الحاجه وحده اللي ما نبغيكش تعاود ليها او تعاود ديرها. أمرني يا سيدي. عمرك مازال تجلس مع بركات لأي سبب كان؟ بغيتي تسول على أي حاجة جي لعندي أنا. حضرت راسي ووافقت على الكلام ديالو. واخا سيدي عبد السلام، ولكن كيفاش عرفتي هادشي اللي درت؟ كلشي مراقب، الداخل الدار وخارجها. شديت الجلد اللي كان ثقيل وطلعته مع السلوم غير بزز، مشيت جهه الشريجمات وقربت ليهم باش نشوف واش غيبانوا ليا دوك الحيوانات. ما كاينش الحس ديالهم، ياك ما يكونوا ذبحهم كاملين في هاد اليومين. طلعت من دوك الشريجمات حتى وصلت وحطيت الجلد في الشرجم اللي قال ليا وهبطت. تلفت لجهه الحيط اللي مقابل معايا، وهو يبان ليا واحد الطابق كان علوي داير بحال السده، خارج منه دخان خفيف بحال شي حمام. ولكن الغريب هو انه من البعيد ما كاينش شي وسيله حداه للطلوع. رجعت لعند الباب القصديري وهبطت ولقيت سيدي عبد السلام حل الكرش ديال الديب، خرج ليه المصارين ديالو وحطو دلو لتحت من راسو وتقب ليه قرجوطو اللي بدا كينزل منها الدم. فهاد اللحظه خدا واحد الطرف ديال العود كان مكتوب بالصمغ ولاحو في داك الدلو ديال الدم ومد ليا الجنوي. هاك حيد الباب راسو باش نقدمو لعفريت كهربون للمحبة باش يحميك في المستقبل. هذا باغي يغرقني. لو كان غير تحفينا سيدي عبد السلام من هاد العملية، انا مزاوك فيك، ما جيتش معول عليها. غير زعما وليدي، راني مراهن عليك وباللي غادي تعطاك القوة المضاعفة، وفحالة ما اجتازيتي هاد الاختبار ماشي بعيد غادي تملى عليك محتوى جديد من العالم الماورائيات واللي ضاهي شمس المعارف ولطائف العوارف، وباش ندمجو مع كتاب باب الكسبان لنيل ود الشيطان اللي كنت ديما نلقى الجزء ديالو الاخير واللي كان مفقود 35 سنة عادي. انا بغيت نعرف علاش كتقول لي بلي هاد الكتاب ديال باب الكسبان لنيل ود الشيطان اخطر من كتاب شمس المعارف؟ حيتاش وليدي شمس المعارف ما كاينش وبقات غير الذكرى ديالو. كيفاش؟ واش يكون هذا اللي منوض هاد الضجة كاملة في البقاع؟ هذاك سميتو شمس المعارف الكبرى، ومحرف ومحذوف منه أخضر التعويذات على الإطلاق، وكذلك تحذفوا منه الأسماء الماردة والخدام. باقي في غير بعض الأمور السحر وطرق التخلص منه فكوا. أما الكتاب الأصلي سميتو شمس المعارف ولطائف العوارف، كا
كان ملاه الطائر الجني على البني وما بان حتى مات، لكن من بعد فترة اختفت النسخة الأصلية بنفس الطريقة اللي بانت بها، لكن من بعد ما طلعوا عليها بعض المهتمين وهم اللي صدروا النسخ المحرفة، لكنها من الدرجة الثانية، ومن بعدها خرجوا نسخ أخرى من الدرجة الرابعة اللي كتحتوي بعض الطلاسيم الأصلية خصوصا المتعلقة باستخراج الكنوز. هادشي بدا كيشوقني، فهاد اللحظة أشر لي أنني نقطع الراس وأنا نبدا فيه. عندي سؤال شخصي يا سيدي عبد السلام، إلا سمحت لي. طبعا تفضل وليدي بلا ما تخجل. ما كتعتقدش باللي وصلت لواحد السن اللي خصك ترتاح فيه؟ حطيت الراس ديال الديب للأرض وهو ينات ليا باش نحطه في الدلو ديال الدم، وخدمنا عندي الجنوي وحطوا ليا بدم وفوق من راسي وقرع ليا شي تعويضة كانوا بشفتين بدون صوت. عاد جاوبني على السؤال ديالي. كيحساب ليك هاوي وكان كتب الحجابات ولا كان خطط القبول ولا الجلب الحبيب؟ ها راك دخلتي العالم لا يمكن الخروج منه إلا القبر أو بالمجزرة. مد لي يديه باش يسلم عليا. مبروك راك واخد الإذن. الإذن ديال اش سيدي؟ الإذن ديال استحضار الجن بالمختلف الأنواع ديالو بما فيهم العفاريت والمرضى وقراءة التعويذات، لكن فقط المتيقن من الفاعلة استخراج الكنوس وبعد توفير القرابيل للحراس إعمال السحر أو فكه بالمختلف الأنواع ديالو بما فيه المدفون والأسود اللي باش تبارك به الشياطين. خايني هي هادي طلعت أكل هبط شكون قالها ليك؟ ولكن أسيدي أنا ما كانش الغرض ديالي هادشي كامل نديرو، أنا بغيت غير نعرف ونعالج أختي وصافي. التلميذ ولدي كيدير اللي قالها لي شيخو، ودابا سير لداك الشاريش تخشى فيه كلك بحوايجك وعوم فيه مزيان، غسل الدم اللي على شعرك وخرج، غادي تلقى فوطة مسح بيها وقشابة لبسها ودي الحوايج اللي غادي تحيدهم ونشرهم حتى نشوفو نحرقوهم في الواد. عندك مهلة ديال يومين يكونوا تحرقوا. واخا سيدي كلامك هو الكبير. وما تنساش الصفحة الخامسة تكون عندي هاد الليلة ساعتين بعد العشاء. كون هاني يا سيدي عبد السلام، غادي تكون عندك. فرش واحد العبانة في الأرض وحط الدلو آخر قدام السكيطة ولاح فيه المصارن والكرش. أجي هو الأول هز السكيطة باش نحل الهبل وحطها فوق من العبانة. درت داكشي اللي قال ليا ومشيت وحيت الصفحة اللي تحت قشابتي وحطيتها في جنب القشابة اللي حط ليا. عمت في الشاريج وخرجت ولبست القشابة وجمعت الحوايج اللي حيت ورجعت لعنده. أنا نخرج دابا ولا نستناك؟ لا انت دابا غير سير وخرج من الطريق الثانية للواد وانشر حوايجك في شي بلاصة مضركة حتى لغدا ورجع حرقهم، ولكن بعدهم على الدوار. واخا سيدي. طلعت من السلوم ودفعت الباب القصديري وقفت وشفت، شفت جهة الشريجمات بانوا لي تاني العينين كيبرييو فيهم، مع العلم ان قبيلة ما كانش فيهم والو. شفت الجهة الاخرى بان لي الدخان مازال كيخرج من ديك السدة. روضتني الفكرة انني نتسلق الحيط باش نكتشف المصدر ديال داك الدخان. رجعت وخديت القنديل من فوق الباب القصديري ومشيت ضويت على ديك الحيط اللي كانت فيه ديك السدة باش نشوف واش كاين فيه شي تقابي باش نطلع منهم. ضويت وبان لي سبعة تقابي مبعدين شوية على بعضياتهم ومسطحين، ما يطلع منهم غير اللي خفيف موالف. حطيت القنديل وحوايجي فاسكين وقررت انني نطلع على السدة وبسرعة قبل ما يسالي سيدي عبد السلام من طقوس تقديم القربان اللي تقدر انها تنتهي في اقل من ساعة.
مديت يدي باش نطلع الخطوة الأولى، لكن البركاك ديال الغراب طلع ودخل من الباب القصديري ومشى وقف فوق الشرجم اللي حطيت فيه الجلد ديال الذهب. حضاي بقى كيشوف فيا مزيان الأفضل من اللي دارها من الأول. رجعت اللور وهزيت القنديل ورديته لبلاصتو وخديت الحوايج ديالي وخنزرت فيه وكملت طريقي. خرجت الجهة ديال الواد وسديت الباب وتمشيت حتى فوت الدوار اللي عند واحد الشق من بين زوج ديال الجبال ونشرت حوايجي فوق من الصخر. ورجعت بالجري للدوار. كانت هذه نهاية الجزء. كنتمنى تخليونا التعاليق ديالكم والتوقعات ديالكم في الجزء الثاني، ونتلاقاو الغد مع 11 ديال الليل كيف العادة. وما تنساوش تشتركوا في القناة وتضيفوني على الانستغرام اللي غادي نبقى ندير لكم لايفات مورا الحلقة، او نحط لكم صورة ديال الحلقة وتعطونا الاراء ديالكم تما. فهادشي اللي كاين، ونتلاقاو غدا ان شاء الله.